اهلا بيكم، نورتوني وحلقه جديده من قناتي ياسمين تو اليوتيوب. النهارده حديثنا عن الفنان الجميل صاحب الظل الخفيف، الفنان ابو ضحكه جنان، الفنان اللي اطلق عليه الشاويش عطيه الافيه المشهور هو بعينه بغباوته ووشه العكر، الفنان الجميل اسماعيل ياسين. هنتابع مع بعض الفيديو وهنعرف لقطات من حياته، وهنعرف كمان ليه دخل مستشفى المجانين بجد وبحق وحقيقي. أدخلوا الملك فاروق مستشفى المجانين ليه، وهنعرف لقطات كتيرة من حياته وزوجته وأعماله الفنية. تابعوا معايا الفيديو. اسمه اسماعيل ياسين اسماعيل علي نخلة. والده كان بيعمل صايغ. اتولد في محافظة السويس يوم 15 سبتمبر عام 1912. أسرته كانت ميسورة الحال، والدته ماتت وهو طفل صغير يافع. تزوج والده من امرأة أخرى وأفلس بعد فترة وتعرض لديون كتيرة والده دخل السجن. فإسماعيل ياسين اشتغل يعني منادي وخاف من بطش زوجة أبيه، فبدأ يهرب منها وساب البيت وترك البيت. جه بقى للقاهرة وهو عمره 17 سنة في بداية مطلع الثلاثينات. كان حلمه من هو صغير انه يكون فنان ومطرب زي الفنان محمد عبد الوهاب، لكن ملامح شكله ما اهلتوش انه يكون مطرب، لكن كان بيحب الغناء جدا. اشتغل في مقهى في شارع محمد علي واقام بالفنادق الصغيرة، وبعدين اتعرف برقاصة نوسة وكانت راقصة شهيرة واشتغل معاها، وبدأ يراوده برضو مرة تانية حلم الغناء. اتعرف الوقت دوا على رفيق عمره المؤلف الكبير، المؤلف الكوميدي اللي ظل متابعه وظل شريكا له، ابو سعود الابياري. عرفه على بديعة مصابني ورشحه ليها وتم تعيينه في فرقة بديعة مصابني. بدأ يقدم فن المونولوج ونجح فيه نجاح باهر جدا لغاية ما وصل للإذاعة. بدأ يغني المونولوجات بتاعته في الإذاعة، وكان مرتبه عن المونولوج الواحد في الوقت دوا حوالي 40 جنيه. أما عن بداية دخول السينما كانت عام 1939، اختاروا فؤاد الجزائري علشان يعمل دور تاني في فيلم خلف الحبايب. عمل الفيلم دوا وقعد فترة يعمل أفلام يعني بياخد فيها الدور التاني مش البطل، زي نور الدين والبحارة التلاتة والقلب له واحد. موهبته الفذة دي لفتت لي أنور وجدي، وكان بينتج أفلام في الوقت دوا، فأنتج طبعا لي 1949 أول فيلم لي من يعني يكون فيه هو البطل أمام الفنانة الصاعدة مجدة. في فترة قصيرة جدا قدر إن هو يبقى نجم الشباك الأول، برغم ان نجم الشباك في الفترة دي كان لازم النجم يكون وسيم شكلا، وكان اسماعيل ياسين ما بيتمتعش بالوسامة، لكن ان هو كان بيتريق على نفسه وعلى بقه، وكان ليه بعض الافيهات الجميله اللي بيتريق بيها على شكله. قدر بذكائه ان هو يبقى نجم الشباك الاول في الفتره دي في مصر. عمل في حياته اكتر من 166 فيلم. كون هو وتوأمه الفني ابو السعود الابياري فرقه تحمل اسم اسماعيل ياسين، وكان ابو السعود بيالف واسماعيل ياسين بيمثل. عملوا مع بعض أكتر من 50 مسرحية. ظلت الفرقة دي من سنة 1954 تعمل لمدة 12 سنة لغاية 1966. أما بقى في منتصف الستينات الموقف اتغير خالص، علشان ظهر نجوم جداد زي ثلاثي أضواء المسرح وجورج سيدهم وسمير غانم، وظهر أبطال جديدة من أبطال الكوميديا زي فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وغيرهم. وبدأ اسماعيل ياسين كان بيكرر القفشات بتاعته كتير، فبدأ يعني جمهوره يقل، او بدأ الشهرة بتاعته تقل شوية. فطبعا ده الامر اللي خلاه رحل وراح على لبنان، وكان بيأدي ادوار صغيرة هناك، وبعدين رجع مصر تاني وبدأ يعمل بعض الادوار، ولكن ادوار كانت صغيرة في الافلام. ومثل مع الفنان نور الشريف في دور صغير، لكن القدر لم يمهله ان هو يكمل الدور ومات اثناء تصوير الفيلم. وزي ما قلت لكم بقى اول الفيديو ازاي اسماعيل ياسين دخل مستشفى الامراض العقلية. اسماعيل ياسين كان بيغني مونولوج قدام الملك فاروق، وفي المونولوج يعني قبليه كده بيقول:
واحد مجنون زي حضرتك. وقال الكلمتين دول قدام الملك فاروق. الملك فاروق اتجنن وقال له انت بتقول ايه يا مجنون. أدرك إسماعيل ياسين إن هو غلط غلطة كبيرة، فعمل نفسه إن هو مغمى عليه ومخشى عليه ووقع في الأرض. الملك فاروق بعت الطبيب بتاعه لإسماعيل ياسين علشان يشوف في إيه. الطبيب فهم اللي حصل بالظبط وحاول يخرج إسماعيل ياسين من الموقف اللي هو حط نفسه فيه، وقال للملك فاروق ده عنده حالة عصبية هي اللي خلته بعد كده أغمى عليه، يعني إغماء وقتي. لكن الملك فاروق ما سكتش أبدا ودخله مستشفى الأمراض العقلية لمدة 10 أيام. التقى بالفنانة شادية من عام 1949 ل 1954 في حوالي 23 فيلم. كانوا بيعملوا حوالي 3 أفلام في السنة مع بعض. الأمر اللي خلى المخرجين والمنتجين يتهافتوا عليهم علشان يمثلوا مع بعض مجموعة من الأفلام. من أول أفلام إسماعيل ياسين مع شادية كان كلام من الناس، وعملوا مجموعة كبيرة بعد كده مع بعض من الأفلام برغم ما كانش بيكون ليه الدور الأول أو ممكن يكون مش البطل في الفيلم. من الأفلام دي هي الستات ما يعرفوش يكذبوا، وإزاي يلحقوني بالمأذون، والظلم حرام، وفي الهوى سوا، وغيرهم كتير. كمان كانت فيها قويل بقى بتتقال ان برضو من الحاجات اللي خلت المخرجين والمنتجين ما تهفتوش عليه في فترة الستينات وادواره تضعف، ان هو كان بيعتمد اعتماد كلي على ابو السعود الابياري في تأليف الكوميديا ليه، وكمان في اخر افلامه ما كانش بيغني مونولوجات كتير، ودي اللي كانت بتجذب الناس ليه. كمان ما كانش ليه ارتباط بحد كتير يعني من السلطة او من الحكومة، فبدأت بقى تتراكم عليه الضرائب. الامر اللي خلاه بعد كده ان هو يعني تقع عليه ديون كتير، ويضطر ان هو يبيع العقارات اللي كان بيمتلكها. تزوج 3 مرات، اخره من السيدة فوزية، وانجب ابن وحيد وهو ياسين اسماعيل ياسين. اتبعت عمارته قدام عينه، الامر اللي خلى الديون اتراكمت عليه، فغضب غضب شديد وحل فرقته المسرحية سنة 66، وسافر لبنان وكان بيعمل بقى ادوار في افلام كده صغيرة وبيقدم بعض المونولوجات، ورجع لمصر مرة تانية بقى يقدم ادوار متتناسبش مع تاريخه الفني. سمي اسماعيل ياسين بالمضحك الحزين، واللقب ده كان ليه سبب ان الرئيس انور السادات كان بيفكر يكرمه سنة 72 في الفترة دي، وفاته المنية ملحقش ان هو يتكرم. وده طبعا كان قبل ما يأدي ويكمل دوره مع نور الشريف زي ما قلنا قبل كده. توفي بأزمة قلبية من 24 مايو 1972. هنقول بقى اسماء بعض المنتجات بتاعته المشهورة، منها اصلي مؤدب، لت وعد، ميمي وفيفي، ويلي ما شفتش، ومن اين لك هذا، وارتحت يا باشا، وولع ولع، وفين وفين، وصد ورد، وغيرهم كتير. من اشهر مونولوجات مونولوج ما تستعجلش، وكل ما فوت على البنك، وغيرهم. اما افلامه كتير او يمكن وصلت ل 500 فيلم. من افلامه خلف الحبايب، مصنع الزوجات، علي بابا والاربعين حرامي، نداء الدم، نداء القلب، نور الدين البحارة التلاتة، حب من السماء، تحيا الستات، من الجاني، عريس الهنا، ابن الفلاح، الست ولا الغنى، حبيب العمر، سلطانة السهراء، ابن عنتر، الستات عفاريت، الكل يغني، نور من السماء، ابن حميده، وغيرهم كتير كتير. رحم الله الفنان اسماعيل ياسين اللي ترك لينا اعمال فنية كوميدية جميلة تمثل تراث في السينما المصرية من الكوميديا، وكانت شيء رائع جدا. أتمنى النهاردة أن أكون استوفيت بعض المعلومات المهمة عن الفنان إسماعيل ياسين أو أبو ضحكة جنان أو الفنان سمعة. استنوني في فيديو آخر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي، واكتبولي في التعليقات إيه رأيكم في الفيديوهات، وإيه رأيكم في حكايات الفنانين وأخبارهم.